بدأ المصريون بالخارج في 124 دولة أجنبية وعربية في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك على مدار يومي 19 و20 من أكتوبر الجاري. وتزامناً مع بدء طباعة بطاقات الاقتراع، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج غرفة عمليات الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات. ودعت وزارة الهجرة كافة المصريين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل بإرسال بطاقات الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة حتى تصل في التوقيتات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 21 وحتى 23 من أكتوبر. وإنت بتقر إن دي بياناتك وصورة الباسبور، صورة بطاقة الرقم القومي، هيتحط بقى في المظروف الكبير اللي هيضم كل حاجة. آلية التصويت للمصريين بالخارج تتم عن طريق البريد، ويبدي الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة التابع لها، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قامت بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ويبلغ عددها 140 لجنة. ووفقا للتوقيتات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات بالنسبة للمصريين واقتراعهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ستكون خلال الفترة من 21 وحتى 23 من أكتوبر. وتعمل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة كيف تسير العملية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج.